النهارده نادي من كل العرب في بيان رسمي قال انه تقدم باحتجاج وطلب رسمي لاعاده مباراه فريقه امام بيراميدز اللي انتهت بفوز المقاولين العرب 3-1، فوز بيراميدز على المقاولين العرب 3-1، وكان طلبهم انه لجنه الحكام او قرروا او رايهم ان لجنه الحكام ارتكبت مخالفه بشان لائحه النظام الاساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لاداره المباراه. كل العرب قال في بيان الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقه البدنيه مرتين في بدايه الموسم وفي منتصف الموسم، ولائحه الحكام في اتحاد الكره لا تسمح بخضوع الحكام لاختبار للمره الثالثه، وده البيان بالكامل. طيب دي الحكايه، يعني من الاخر هم رافضين فكره ان الكابتن محمد حنفي كان يدير هذه المباراه. معايا عبر الهاتف الان المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس نادي المقاولين العرب. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا اهلا بك يا كابتن، موفق دايما وبالنجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. اشكرك يا فندم، وكل سنه وطيب ليك وللساده المشاهدين. وحضرتك يا رب طيب وبخير. قول لي رايكم ايه فيما يخص حكايه الكابتن محمد حنفي وادارته لمباراه بيراميدز وطلبكم اعاده المباراه؟ هو مبدئيا احترامنا الكامل للكابتن محمد الحنفي، احنا ما بنعترضش عليه ان هناك اخطاء في المباراه او ولكن هناك خطا في القانون لا يتيح للكابتن محمد الحنفي انه كان يدير المباراه. ده رئيس لجنه الحكام طلع بنفسه من فتره مش متذكر التاريخ امتى وقال ان الحنفي سقط في الاختبارين ولاخر السنه هيبقى حكم فار. واللائحه بتقول هم اختبار مرتين، يعني انت من حقك اختبار والتاني وليس من حقك تاني. النهارده اعلن او بيقول بيرد على الكلام اللي احنا بنقوله عشان برضه يبقى الكلام واضح انه اختار لاختبار في السويس هذا الاختبار اللي هو بيقول عليه اذا كان تم فعلا لا يجيز برضه للحكم انه يقصد حكم صفار. لا، وانا باكد هذا الكلام. واعتقد ان خلال الفتره اللي فاتت الساعتين ثلاثه اللي فاتوا اكثر من حكم قديم اثبت احقيتنا. احنا تاخرنا يومين كاملين بعد المباراه عشان ادرس الموضوع جيدا وابحث اللوائح فيه الى ان وصلت لحقائق ان انا صاحب حق بغض النظر عن النتيجه بغض النظر الشخصيه لابد من اعاده ان الحق يديني اعاده هذه المباراة. هل تلقيت اي ردود فيما يخص هذا الامر؟ هل توضيحات من لجنة الحكام او من اتحاد الكرة؟ انا دايما راجل صادق وواضح. انا الجواب لسه بعت النهارده اخر النهار عشان نكون يعني منصفين. وبالتالي لسه انا منتظر الرد، لان انا طالب برضو في خطاباتي طالب رد رسمي مكتوب علشان ابتدي اخذ اشوف بدرس برضو في حالة الرفض ايه الخطوات التصعيدية، اروح لمين واجي لمين، بدرسها قانونا صح عشان اقدر اتحرك. هل جالك رد غير رسمي غير مكتوب؟ هل جالك رد مثلا هاتفي؟ لا حتى الان ما حدش اتواصل بينا او اتكلم في هذا الموضوع. تمام مهندس محمد عادل فتحي، اتفضل يا فندم. اتفضل يا ريت. برنامجك برضه غطيت الموضوع. اتفضل. انا برضه بعد جواب تاني بعترض تماما على لعب المباراه الساعه 4. تمام. لان الساعه 4 في ظل الظروف الحاليه يوم الجمعة درجة الحرارة في الظل حسب الأرصاد من 47 ل 50 درجة حرارة 50 دوليا ممنوع منعا باتا العمل فيها، يعني سيادتك لو في شغلك تقعد أجازة في البيت قانونا وهذا حقك. تلعب شباب في الساعة 4 كلنا ودي ظروف طارئة. طبعا هتقول لي أنا بتكلم ليا ولغيري، ولكن برضو المشاهدة والجدول عشان ما فيش ابدا مساواه في هذا الدوري، هتلاقي الاهلي والزمالك وبيراميدز تحديدا ما لعبوش الساعه 4. يعني كل الانديه بالجدول القديم والجدول الجديد فيها الساعه 4. طبعا احنا بالظروف الاستثنائيه بنطالب بان احنا وغيرنا ناجل الميعاد ساعه ونص، الدنيا مش هتنهد ولكن نحافظ على اولادنا منتظرين لما تحصل الله لا يقدر الله لا يقدر الله لا يقدر وشاب او بتاع يتوفى من ضربه شمس، هو في ايه؟ وفين المسؤولين عن الكوره؟ وفين اللي بيدوروا؟ هو في ايه يا جماعه؟ ما احنا شايفين دي ظروف حراره ما حصلتش في مصر لا قبل كده، ما احناش عارفين اللوائح الدوليه ان درجه حراره 50 في الظل ممنوع العمل، طب تبقى في الشمس كام؟
منتظرين الله ان شاء الله. مهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس نادي المقاولون العرب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.